السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا حاجات حلوة قوي هتعجب حضراتكم. يخني البطاطس بكورات اللحمة. هنعمل طاجن قورمة بالبطاطس واللحمة المفرومة. بدل ما نعمله بلحم هوبر او لحم مكعبات هنعمله بكورات اللحمة. عندي بطاطس قورمة، بصل قورمة، وبصل وتوم وكرات وكرفس وزعتر وحبهان وجوز الطيب ولحم مفرومة وبقدونس، طماطم مكعبات وعصير طماطم وتوم وبصل بودر وزنجبيل وسبع حبوب ولا البهارات وزبدة او زيت. حلو حلو الكلام ده، جميل جدا وزي الفل، ومفيش مانع عندنا ان احنا ايه نعمل حاجات حلوة وجميلة. طيب حطينا الطاسة على النار، وبعد كده نشوف مع حضراتكم هنعمل ايه. نصلي على الحبيب قبل كل شيء. اللحمة بتاعتنا عندي شوية كرات اهم ابيض، شوية كرفس، شوية بصل، ادي فصين توم، شوية توم بودر، بصل بودر، زنجبيل مطحون. ادي مش من الوتاب، شو قدامي كده ده لو تعرفش قدام مني كده احسن لك. وادي شويه كمون، وبعدين ادي شويه فلفل، شويه ملح، شويه زعتر. دي التحبيشه بتاعت الكفته اللي انا هحمرها، اللي هعملها قورمة. نصلي على النبي. كده هنا بقى نرفع الطاسه دي الاول، ونحط البصل كده، وبعدين دي الزبده بتاعتي. تسيح شويه، نلف لفتين كده، بدي معلقة بقسماط على اللحمة بتاعتي عشان ما تفكش، وبعدين انزل بيها كده. ونصلي على الحبيب. نديها سن الزيت كمان. كده الكفته بتاعتي بقت فل الفل اهي. نصلي على الحبيب. يبقى كده مكعب مرق عشان يخليها طعمها حلو. هي كده كده هتبقى حلوه ان شاء الله. ودايما الطماطم بتاعتي بحب انزع القشره بتاعتها بطريقه جميله، ميه سخنه على النار بتغلي
ونصلي على الحبيب. الله يا بلادنا الله. بشيل الزر بتاعها واشقها عشان دايما نعملها زي كل مره كسيب كده، بتنزع القشره بتاعتها بسهوله. اروق مكان اول باول بقى عشان المخرج بيزعق لي في الميكروفون وبيقول لي ذروات الدنيا. اشكرك يا باشا. طيب كده مكاننا نضيف زي ما احنا ماشيين كده دلا دلا. نتصرف بقى ازاي؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، شوية استكانة. حلوة. يا عم عبد الحق. السلام عليكم يا شيخ. صباح الرضا والهنا على ابويا. صباح الورد والياسمين والفل. حبيبي وعم عيالي. الله يخليك، الله يحفظك، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليك. حبيبي يا عم عبده يا جميل يا راجل زي العسل انت والله يا حبيبي. الله اكبر عليك وعلى القناه جميعا. حبيبي نصبح عليك كل صباح، والزمايل هنا بيصبحوا عليك يا عم عبده. الله يخليك يا شيخ. امرني يا عمي امرني. بارك لبنتي ليلى وولدي محمد على جوازه. قال له طب ما عزمناش في ده حق عرب يا عم الحاج كده. حق عرب. لا حق عرب، تعال اللي عاوزه خده. يا حبيبي كده ما عزمتناش في الفرح ليه؟ لا والله. مش هنشرفك يعني ولا ايه؟ لا انت عشان انت مشغول يا شيخ. طيب يا عم الف الف مبروك لليلى. ومين واسمه العريس؟ العريس محمد. محمد وليلى الف مبروك وقبال البكاري. نيجي في البكاري بقى. الله يخليك. نيجي في العوض ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ. بخت لهم ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يخليك يا اخويا. الف مبروك يا حبيبي لمحمد وليلى. كده بنبرنا الكفته بتاعتنا كالعاده. اهو شكرا يا عم جمال، اتفضل معانا. تعشب شاي. تعالى يا راجل. كده اهو يا ست سلمى. الو ازيك يا ألو. سلمى ازيك يا قمر، عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا شمشمين؟ ازيك يا ست العرايس؟ الحمد لله. اموري يا قمر. انا عايزه وصفه مكرونه عايزه وصفه المكرونه بالبشاميل. عيني يا قلبي عيني يا روحي. حاضر يا قلبي. كده اهو ونصلي على الحبيب. دي الطماطم بتاعتي خلاص. بحب دايما احمر كده الكفته بتاعتي في الزبده اهو، تاخد طعم البصل والثوم. هي كده كده مش محتاجة طعم لان طعمها ان شاء الله هيعجبكم قوي. مكملين اهو. ونصلي على الحبيب. نقلب من تحت بقى الارضيه.
اه يلا بقى نشيل كل ده من هنا. الله الله الله، اللهم صل على النبي. لسه عايزينكم ناخد فاصل ونرجع لكم تاني، وانا غير محطة واروح في اي حتة. رجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم، وكده حطينا الصلصة صوص الطماطم، ولسه بكمل عندي هنا طاسة على النار فيها المعلقة الزبدة اللي فاضلة عندي اهي، وبقشر لها الطماطم بتاعتي، وعندي البطاطس والبصل بتجنهم في الزيت اهو. كل حاجة بتاخد لها اصول في شغلها. دي الطماطم القطع، يبقى هنا كده الطماطم دي اهي مع الكرفس والكرات والزبدة اهو. بصوا بعينك وارحم بقلبك وصلي على الحبيب. ادي بهاراتي كلها هنا اهي. احنا ادينا ملح وفلفل الناحية التانية، ان هنا الناحية دي نديها شوية ووتر، ادي شوية كمون، زي ما انتم شايفين كله مع بعض اهو، شوية بقدونس، ست عليا صباح الخير يا شربين يا غالي. ست الحاجة صباح الخير عليك، ازيك؟ صباح الهنا يا ست الحاجة. الله يخليك. ممكن يعني انا بشكرك اولا على الحاجات الحلوة اللي انت بتعملها. خدام سعادتك يا فندم، وريني. الله يخليك يا رب. ممكن اعمل اهداء لحفيدي؟ اكيد يا فندم، اكيد يا فندم، مكاني. خليك ربنا يخليك. عيني عيني. تسلم عينيك. اتفضلي يا فندم. حفيدي الغالي احمد جعفر، كل سنة وانت طيب، وربنا يخليك لينا يا رب، ويخليك لماما، ربنا يكرمك بحق جاي النبي. ربنا يخليه لكم ويمنع عليكم الدنيا ويخليكم ليه. ست الحاجة صباح الفل على عيونك وعلى احفادك الحلوين. ده الطاجن بتاعي اهو في الفرن كده، احنا شغالين. اللهم صل على النبي. الريحة طالعة، ايه ايه الجمال ده؟ المخرج مش عاجبه الاكل، بيقول لي في احسن من كده. حاضر يا فندم. طيب بصوا يا جماعه، انا خدت البطاطس والبصل سوتيه او بلانشيه، او يعني باخده سوتيه عشان خاطر ورق لورو عشان ما يتهريش مني في الطاجن، عشان ما يتهرش مني في الطاجن. عندنا وجبة بعديها حلوة قوي، وجبة حلوة قوي قوي قوي. اللهم صل عليك يا حبيبي يا سيدنا محمد. طيب بعمل ايه بقى يا سيدي؟ ادي البطاطس بتاعتي مع البصل طجنتهم كده. المخرج بيقول لي قول لي ايه الصلاحيات، طجنته مش طجنته، عمال بتطجن معانا في الكلام. يعني انا حمرتهم نص تحميره كده مع الطماطم والثوم والزبده، منظر بصوا يجوع، منظر يجوع. وانت ميتة من الجوع، فك شوية فك شوية
والله ما هينفعك اللي انت بتقولي عليه ده. طيب ماشي. الفساد. طيب. يا نيابة حبة وتر هنا هم. مرض المشي في الشائع حاليا دلوقتي مع السيدات في مصر مرض الدايت. كل واحدة صحة. زمان ما كانش حد بيتكلم في الكلام ده ابدا خالص، ولا الست كانت بتشيل لحم من اساسه. ليه؟ كانت بتشتغل وبتبذل مجهود، تقوم الصبح ترتب الدار بتاعتها، تشيل المراتب، تطلع تفرد تنشرهم على السطح فوق، وبعد كده تنزل تعجن عشان العجين طبعا بعد ما تحلب البهايم، وبعدين تروح الغد تنقي شويه خضره عشان يطبخوا، وبعدين تعمل غدا، وبعد الفطار بعد الغدا، وبعد كده كان في باور في شغل. الست كانت بتشتغل، لكن دول مرفهين. الست من دول لو طالع عربيه توديها التوليت بتاخد عربيه تروح بيها التوليت او تجيب اوبر. ماليش دعوه، انا ما جيتش شمتك ولا اتكلمت، انا ما اتكلمتش في حاجه. فده وجع قلب بقى يعني. ما اعرفش انتوا، ماشي انتوا حرين، انا ماليش دعوه. احنا بنتناقش. ابو نكل على برشين اهو. زمان يا خراب ابيض. درام يا حول الله كانت من الساعه 6 الصبح تكون صاحيه. اللي رايح على المدرسه رايح، واللي رايح على شغله رايح، وتور تور في البيت كده. دخل ما كانوش فيش ست كان وزنها بيعدي ال 80 70 كيلو. يلا بقى مالناش دعوه بحاجه. شفت الجمال ده والهنا ده والولا ده. صلي على رسول الله. ساعات الواحد كده بيغلط بيعمل اكلات حلوه. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. بيقول له هي كفته ما فكتش ليه؟ عايز تفك الخلاك تفك يا اخي. هنا بقى حبه البقسماط اللي احنا حطيناهم هم اللي عملوا دور جامد في الكفته. دخلهم الطاجن بقى ده، نجيب الطاجن في الفرن عشان نشوف هنعمل ايه بعديها. يا نيابه ده الاكل الحلو اللي يجوع. مش تقول لي حبازلم بصاص عبد العزيز. بص بعينك وارحم بقلبك وصلي على الحبيب. حبة الزغرات هدول كده على الوش. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. الله 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 يا بلادنا الله. مفيش قرنين فلفل حلوين كده اهو. اخش بيهم الفرن. اهو حبيبي يا رسول الله. نخش على الطبق اللي بعده. حاضر. حدايا فراخ بالكاري بس ايه؟ بطريقه جديده وحديثه. طريقه جديده وحديثه. من زمان قوي ما عملناش فراخ بالكاري. كنا بنسمعها في الافلام ده من زمان، لكن عملناها رز بالكاري وعملناها فراخ بالكاري. الكاري ده عمرنا ما شفناه. طيب عندي فراخ نشوف مقاديرنا. عندي صدور فراخ
زيت زيتون وبصل وتوم وكاري وقرفه بابريكا ورق لورو ورشه سكر. على فكره لو اديها حبات تفاح ماشي، حبات جوافه ماشي، برتقانيه ماشي، اي حاجه تمشي مع الكاري. رز ما نعمله في الاخر ولا عايزه دلوقتي؟ حاضر يا قبلتها، هنخش على الرز. حاضر على عيني. طيب نخش على الرز عشان هي بتديني محاضره دلوقتي في الاخلاق، انت ازاي ما عملتش الرز وازاي ما بتسمعش كلامي وازاي مش عارف ايه كده يعني. معلش حاضر، انا اسف اختي. هي عندها حق الله الوكيل، عشان الرز بتاعنا دوت ايه هيتشمع على النار يعني. انا سمعت كلامك كنا دخلنا ده مع ده. حاضر، المشكلة انه ما اقدرش غير نعم وحاضر. حدايا رز بالكاري ماشي. اذكر الله وصلى على الحبيب. عايز فاصل خد، انا ما اقدرش امنعك، اللي انت عايزه انا تحت امرك فيه. ناخد فاصل وارجع تاني ولا نغير المحطه ولا نروح في اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، هنعمل بقى حبه الرز اللي الناس قالت عليهم عشان ما نزعلش من بعض. حدايا زبده، رز بالكركم وبصل، وادي مكعب مرق، ونقلب. هنشوف بقى نعمل شويه رز حلوين بالكركم. بموت البصلية بتاعتي او بصفرها، خلي لونها مستكاوي، سنة كمون، ده الزبيب بتاعي، والمكسرات اهو. دايما بنحط دايما المكسرات فوق الوش، المرة دي بندخلها مع الأكل نفسه عشان يبقى لها طعم وجمال وحلاوة. خليها تتحمر شوية. طاسة على النار بقى الناحية التانية، نرجع كده اهو نخش بدي، والرز كده هنحطه بس ونسقيه، ونخش على الكاري، الفراخ اللي بالكاري. طيب زيت زيتون اهو، ده البصل بتاعي، اهو عايز برضو الفراخ بتاعتي ما تجيبش ميتها، هنعملها بطريقه حديثه وجميله كده. شغالين اهو زي الفل. ده الثوم، ده الكركم بتاعي اللي مع الرز، اهو انزل بالميه
يا برديس. الو. الو برديس. الو. صباح الخير عليك يا برديس. صباح النور. وامور يا قمر. انا بحب حضرتك جدا. صباح الفل على بنتي. واموريني يا عسل. ماما كان بس عايز اطلب من حضرتك ايه ايه ماما بتجهز اختي وكده، كانت عايزه بس تطلب من حضرتك طلب. اموري. كنت عايزه تعرف الاماكن الحلوه بس اللي جيب منها دواسات كهربائيه وكده. حاضر، سيب تليفونك واقول لك على التليفون عشان ما اقدرش اقول على الشاشه. على عيني على عيني على عيني. خليها بس سيب تليفونها وانا هكلمك بعد الهوا. على عيني يا ست العرايس. كده. طيب. كده نحط الرز بتاعنا. رز بسمتي. اديناله المكسرات. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. اللهم صل على النبي عليك يا سيدنا محمد. طيب كده نشوف بس ايه، عشان انا حطيت ملح وكل حاجه ده الفل. اجيب له شويه ميه تاني. طيب بص يا عم الحاج، عشان ما يبقاش في حاج احسن من حاج، نقفل دي كده الاول ونقلب دول ونقفل دي. وادي صدور الفراخ بتاعتي، ادي شوية كمون، شوية زنجبيل، شوية كاري، سنة كركم اهو، كمان شوية كاري. بعد كده هعمل ايه يا سيدي؟ اهم عشان ما تجيبش ميتها بره. شغلنا النهارده محدود وواضح ومحدد. طيب ندي شويه ميه تاني هنا عشان يبقى خد حقه، وخليه ياخد غلوته، ونقلب بقى البصله بتاعتنا اهو. بص يا عم عبدو كده، ادي الفراخ بتاعتي كده بضمن 90% مش هتجيب لي، مش هتنزل منها ميه. نعم ام شاهين يا لوجين. لوجين. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وامور يا قمر. كنت عايزه اسال حضرتك اللازانيا يعني بتبقى لما بعملها بتبقى ناشفه، ممكن حضرتك تقولي ناشفه ازاي الاول؟ انت بتعمليها ورق ليفز يعني كده ولا بتسلقيها؟ لا من غير سلق. حلو. انا بس انت ده اللي عليكي ان تخلي التعصيجه بتاعتك فيها شويه مرق صغيرين، زائد ان البشاميل بتاعك يبقى خفيف شويه، وتسقيها تحس ان انت مغطياها على طول، مغطيها ما تبقاش ناشفه منك. بتدي لها الاول صلصه بالخليط بتاعك، وبعدين بتفردي ورق اللازانيا وتحط طبق تاني وشويه بشاميل، البشاميل تبقى خفيفه والصلصه بتاعتك بتبقى خفيفه، ان كان باللحم المفرومه او بالسبانخ بتبقى خفيفه شويه، لازم تكون طريه شويه.
ده اللي بيخليها تنشف، لان بتبقى معصجه الحاجه تعصيه ناشفه ما فيهاش جوز. عينيا يا ست، هنجيب لك المقادير على الشاشه كده. اجيب لها شويه كزبره خضراء كمان. هاخد فاصل وارجع لكم تاني وانا غير محطه ونروح في حته. رجعنا بعد الفاصل وكده حضراتكم. لبن جوز الهند، زبادي، هدي رش الدقيق على الزبادي عشان ما تخرصش مني، رش الدقيق على الوش عشان الزبادي ما تخرصش مني. هنا ادي سكر، كمون، كاري، زنجبيل، شويه بابريكا، وخدت الملح والفلفل بتاعها ومكعب المرق كده اهو. اديها شويه كزبره ناشفه. قصدي خضره يا اختي، حقك عليا، حقك عليا يا اختي، انا اسف. اوره اه، وادي اه. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، صلي على الحبيب. شفت بقى، هتلاقي اللون روزيه حلو اهو. يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم، يبقى احنا حطينا حبة، خلي دي بقى هنا في الويتنج عشان تتشرب. حطينا حبة الدقيق او معلقة الدقيق عشان تشمعها لي، ما تخليهاش صايصة. نعم يما، حاضر يا اخت، اسم الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. يا نورة. الو. ايوه يا نورة، يا منورة. امور يا نورة. عايزة طريقة عمل مكرونة النجريسكو. من عيني يا قلبي. على عيني يا باشا. يلا يا ست هاني من النجريسكو النبي، قاعدة متنية ثلاث تانيات. حلوة قوي، طلعت حلوة قوي صدقي. كده وجبتنا كاملة متكاملة حلوة. الطاجن اهو، بص عليا بص. ايوه، بلغليغ وكده شغال كده بلغلغ. صلاة النبي يا صلاة النبي. وادي الرز بتشرب. وادي الفراخ بتاعتي. ونجهز الغرف بتاعنا عشان احنا ايه كده حلوين من يومنا احنا، ونعمل شوية حبشتكان كده عشان المخرج يرضى عننا. يا ست ام شريف صباح الخير، انت عامل ايه؟ في نعمة. صباح الهنا يا ست الكون. حبيب قلبي، انت انا واخدك غياب على فكرة. نعم. مش مكفيك ولا ايه؟ لا يا بابا، ما تضحكش عليا. صباح الهنا. بعدين عمال بقى تتكلم عن الامهات اللي بتاع الزمان الاصيلة. اه. انا غلطت في دلوقتي بس. آه. قال والله يا سيف، في فين الاصيلة المحترمة الحلوة، الناس اللي حملت الاسية طول عمرها. آه. الناس اللي ربت صح. انا عايزه بقى اقول لك بجد، عايزه واسي لبنان واخواتنا وحبايبنا وشعبنا. اه والله. وبنتنا اللي كانت طلعت معاك مره زيزي. آه. طمنا عليها، ويا ريت تتصل وتطمنا عليها. ربنا يطمنا عليهم يا رب، ويأذي كل اللي بيأذي اي حد. ربنا يعديها على خير ان شاء الله. وبلدنا التاني لبنان هترجع تاني، باريس الشرق الاوسط، وتبقى بلد جميله حلوه
ودايما يا رب ربنا كلمة كده ونرجع احسن من الاول. والله يا جماعة بصوا العالم كله دلوقتي في وادي تاني خالص، غير يعني 2020 دي ربنا يعديها على خير، وايام ربنا كلها حلوة وسنين ربنا كلها حلوة، بس شفنا فيها مقاسي شوية وفيها مرار شوية، وربنا يعديها على خير ان شاء الله. وهانت هانت يعني ان شاء الله هانت هانت هانت. هو مفيش حلاوه من غير نار، احنا مش هنفضل على الحلو على طول، لازم شويه كده وشويه، احنا احسن من غيرنا يعني. احنا والله العظيم والمصحف نبوس ايدينا وش وظهر، احسن من غيرنا كتير. وألذ حاجه عايز انسى اللي يقولك ايه، احنا حدانا في اوروبا كنا بنعمل مش عارف ايه، اصل انا كنت عايش في اوروبا. احمد ربنا ان انت عايش في مصر، بوس ايدك وش وظهر انك انت مصري وعايش في مصر، مش هقول اكتر من كده. بوس ايدك وش وظهر ان انت عايش في مصر. ناخد فاصل ونرجع تاني، ولا هنغير المحطة ولا نروح في اي حتة. رجعنا بعد الفاصل ونشوف مع بعض هنعمل ايه. يا صايمة ولا عاملة ضيق؟ يا داليا يا داليا، هو انت صايمة ولا عاملة ضيق؟ انت رخرة. داليا زعلانة قوي بتقول لي حرام عليك انا شم ريحة الاكل من التلفزيون. ماشي يا داليا، خليكم ماشية ورانا ولاء وشوف اللي حصل لكم انتوا الاتنين ايه. كده هنا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا راجل انت ده؟ طيب بصوا بقى، اني اخد شويه من دول كده، لان اكلنا النهارده كله عايز الجمال والحلاوه والتكات البسيطه اللي احنا هنعملها دلوقتي مع حضراتكم. ما عندناش دسمس؟ ده احنا ما عندناش مقصات. ماشي مقص يا ابني. لا ده لازم تضحكوا وانظر غشيتكم كله وسخ على الهوا. مقص يا ابني، خش تعالى تعالى ما تتكسفش. ايوه عشان بس ايه ناخد حتة صغيرة كده اهو. لسه حد انا وشغله ياما. نطلع بقى الطاجن بتاعنا. النهارده شغل حلو يا جماعه، على قده يعني، مش حلو قوي. اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد اهو. واو، المخرج بيقول لي ايه يعني؟ ما انا ممكن اعمل احسن منه. انا عارف انت دايما بتعمل كل حاجه. بص على السقف عندك والمروحه اللي في البيت واللي انت عملته في الخلاط. حد يضرب الطماطم في الخلاط وهو مفتوح؟ امال لو مش شغال معاك كنت عملت ايه؟ بيشتمني في سره دلوقتي. هو ده اهو. حبة رز الله الوكيل حلوين.
رز بالمكسرات حبة قعر الحرة عشان حتى ناكلهم ولا حاجة مفيش قعر حلة. الدريسنج بتاع الاكل الهندي دايما معروف الزبادي. كده اشكر مخرجنا الجميل واشكر كل الكاست اللي معايا واشوفكم ان شاء الله بكره على خير. سلام عليكم ورحمه الله.